قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن توسع مجموعة بريكس هو تأكيد واضح على عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. وخلال كلمته في افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في مدينة نوفوغرود الروسية، أكد لافروف أن دور تجمع بريكس في حل المشكلات العالمية سوف يزداد. إن قرارات بريكس وهي تؤكد تشكل العالم ومتعدد الأقطاب واتخاذ القرارات السياسية لدى الدول الجنوب والشرق، وهذه الدول تقف مع العدالة والمساواة في سيادة الدول والتعددية والانتقال إلى عالم جديد. فهذا ما اقتنعنا به، أنه سيحتاج إلى حقبة تاريخية كاملة. الولايات المتحدة وحلفائها لا يتركون الفرص للحفاظ على الهيمنة وتبطيء عملية تشكل التعددية القطبية، ويستخدمون الأدوات المختلفة مثل العقوبات والتهديدات المالية والتأثير على الشركاء التجاريين.